أهلا بكم في نشرة الظهيرة. للمرة الأولى يعكر تحركات أهالي العسكريين إشكال مع القوى الأمنية، فبعد أن قطع الأهالي صباحا طريق المصنع الدولي باتجاه واحد، وقع إشكال فردي مع قوى الأمن بعد تدخلها لفتح الطريق، وتطور إلى تدافع أسفر عن توقيف شخصين أطلق سراحهما لاحقا. الإشكال انتهى بإعادة فتح الطريق وعودة الأهالي إلى اعتصام دهر البيدر الذي بقي طريقه مقطوعة لليوم الثامن، وسط تجديد الدعوات لتفعيل المفاوضات بأسرع وقت ممكن للإفراج عن أبنائهم قبل العيد. وإلى الشأن السياسي، انشغلت السرايا الحكومية وعين التيني باستقبال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني، الذي أعلن أن إيران قررت تقديم هبة عسكرية للجيش اللبناني عبارة عن تجهيزات لمساعدته في المواجهات البطولية التي يخوضها ضد الإرهاب الآثم كما قال. ومنذ بعض الوقت غادر شمخاني بيروت متوجها إلى سوريا. أهالي العسكريين يعتصمون عند نقطة المصنع، وإشكال مع القوى الأمنية يمنعهم من الاستمرار بتحركهم. بعدما زعم تحدثت عنها جبهة النصرة عن ترحيل 10 موقوفين سوريين من الأراضي اللبنانية إلى سوريا، قرر أهالي المخطوفين قطع طريق المصنع صباحا، وكأن الخاطفين ببياناتهم باتوا يوجهون الأهالي للخطوات الجديدة من دون حتى قولها حرفيا. الأهالي قطعوا الطريق باتجاه نقطة المصنع تاركين المجال أمام السيارات بالتحرك عند المسلك الآخر. باسمي وباسم أهل الأسرة جميعا، نحن مندين هالشي التصرفات اللي عم بتصير. عشان هيك اليوم قطعنا. نعم عشان هيك قطعنا، إذا أي شيء بصير للتعرض لإخواننا السوريين نحن بنيجي ونصر. يعني الأمن العام نفى هذا الشيء وقال إنه لا ما في هيك. ما بعرفنا، فنحن مش عارفين مصداقية عند مين صارت اليوم. طلب منكم هيك، وصلت رسالة لكم من النصر؟ نحن ما بيهن علينا، مثل ما أولادنا مظلومين نظلم حدا. نحن جماعة مواطنين مسلمين، إذا أولادنا ما بنقبل يظلم حدا مثل ما أولادنا مظلومين. بدي قلها للدولة ما عادش تكذب علينا، وما عادش تموطل، وما عادش تتأخر، جاي الدنيا على عيد. شو بدي احكي اكثر من هيك؟ قلنا 60 يوم فقع قلبنا، قاعدين قلنا 6 ايام عم ننام بظهر البيدر، تركي بيتي وابني وقاعدين على ظهر البيدر، ونحن مش طلب من حدا، نحن قعدنا هون، في جلسه للمجلس النواب نهار الاربعاء وكل واحد عنده ضمير، ومجلس الوزراء يقايد ويخلصنا من هالموضوع، واللي ما بده يقايد يتفضل يبعت ابنه على عرسان مطرح ما هو جوزي، وساعتها بشوف اذا بيقايد وبيعرف حرقه القلب كيف نحن محروق قلبنا انا وامه وبي وكل العالم، حرام عليهم يشفقوا علينا. الاعتصام لبث استمر نصف ساعة حتى حصل إشكال فردي بين بعض الأهالي وعناصر من قوى الأمن الداخلي التي طلبت من الأهالي فتح الطريق، ليتطور الإشكال إلى تدافع انتهى بتوقيف شابين من ذوي المخطوفين ليطلق سراحهما لاحقا بأمر من القاضي صقر صقر. يعني للأسف شو بدنا نحكي، يعني نحن مجموعة ما بيتعدى عددنا 100 شخص، حاولنا نقطع الطريق، تفاجأنا بقوى الأمن أنه مجموعة كبيرة وصار في بعض التضارب. إن شاء الله أنه الشباب ما في جرحى، الشباب إن شاء الله أنه منيح، بس صار في بس اخذون الدرك شوي. هسه بنرجع بنشوف كيف اتصالاتنا، كيف فتحت الطريق، كيف لجأت صراحه. يعني ما فينا نضرب نحن قوى الامن، معنا صبايا، يعني انا ما برضى لا على اختي ولا على مرت ابن خالتي ولا على امي ولا على حدا يقبل انه يتضرب هو حدا هون. بس خليها تنبسط الدوري وتكيف كيف نحن عم نتبهدل وكيف نحن عم نضرب على الطرقات، تنبسط الدوري وتكيف وهي غادي على الكراسي. صار حكي بين حدا من الشباب واللي القوى الامنيه طور بهالموضوع، بس ما في شيء ابدا ومنتهي الموضوع برضه، والطريق ما انفتح الا بكل محبه، ما في شيء تفاديا لاي حساسيات ولا من شان ما نفوت بالحيطان مع القوى الامنيه. ما كنت تفوتوا اليوم انت إن... ليه بدكم تفوتوا بحيطان مع القوى الامنيه؟ هذا الاعتصام يعني هلا حادث فردي بفوتك بالحيطان، واحد انضرب لا سمح الله، بس لحد هلا كله باذن الله كله ماشي الحلال. هذا التوتر جعل الاهالي ينسحبون من نقطه المصنع ويعودون ادراجهم الى نقطه دهر البيدر المقطوعه منذ نحو اسبوع. استشهاد الجندي محمود علي فاضل متاثرا بجراح اصيب بها في عرسال في 19 من الجاري. بزته العسكرية هي كل ما تبقى لوالدته، تنظر إليها تغمرها تشتم رائحته فيها. فمحمود رحل، استسلم ليلة الاثنين لجراح أصيب بها جراء الانفجار الإرهابي الذي تعرضت له آلية للجيش في بلدة عرسال في 19 من أيلول الجاري، ليضاف محمود إلى قافلة شهداء الجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب. وقد نقل جثمان الشهيد محمود علي فاضل من المستشفى العسكري في بدارو إلى منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية، حيث يشيع عند الرابعة من بعد الظهر.
قيادة الجيش مديرية التوجيه نعت الشهيد فاضل وهو عازب من مواليد عام 95 من يونين البقاعية، حائز أوسمة عدة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته، ورقي إلى الرتبة الأعلى بعد الاستشهاد. جنوباً، أطلقت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل ظهر اليوم رشقات رشاشة باتجاه الراعي إسماعيل خليل نبعة بينما كان يرعى قطيعه في مرتفعات جبل سدانة على مسافة أكثر من 400 متر شمالي الخط الحدودي، وقد نجا بأعجوبة في حين أصيب عدد من رؤوس الماعز. الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني يعلن من السرايا الحكومي عن هبة إيرانية عسكرية للجيش. قبل أن ينتقل إلى سوريا، التقى الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على رأس وفد يرافقه مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وبعد اللقاء أكد المبعوث الإيراني أن ليس هناك أي خط أحمر يحول دون ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وما يهمنا بشكل أساسي هو تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع لبنان وترسيخه. أكدنا خلال هذا اللقاء أنه نظرا للمواجهة التي يخوضها لبنان في بعض مناطقه الحدودية ضد الإرهاب التكفيري المتطرف، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت أن تقدم هبة عربون محبة وتقدير لبنان وللجيشه الباسل، عبارة عن بعض التجهيزات التي تعين هذا الجيش في المواجهات البطولية التي يخوضها ضد الإرهاب الآثم. وطبعا هذا الوعد ليس وعدا مبدئيا طويل الأمد والأجل، وإنما سوف تقدم هذه الهبة بشكل عملي خلال زيارة رسمية يقوم بها قريبا معالي وزير الدفاع اللبناني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستلام هذه الهبة بشكل رسمي. غادر الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني السرايا وتوجه إلى عين التين للقاء الرئيس بهبري، ومن هناك أعلن شمخاني أن الائتلاف الدولي المزعوم والمطح الذي يتبنى ظاهريا مكافحة الإرهاب من دون الاستناد إلى مسوغ أخلاقي أو حقوقي أو شرعي، ولا يمكن أن يخدم توجهات الشعب العراقي والدولة العراقية ومصالحهما، وهذا الائتلاف كالمثل العربي القائل حاميها حرميها. أكو تخطيط أكبر من داعش الذي ما هو معلوم شنو يبدو يعملون الغربيين. والله منهم الداعش، منو أسس الداعش، عناصر الداعش منو يشكلها، منو يمول الداعشين، منو يجهز الداعشين، ومنهو هيئ الساحة لرشد مش شيء نمو الداعش في سوريا، هم الغربيين وأصدقاء الغربيين في المنطقة. وردا على الأخبار التي تتحدث عن أن إيران أعلنت أنها ستشارك في هذا الائتلاف الدولي لمكافحة داعش في مقابل تسهيلات تقدم إليها في ملفها النووي السلمي، قال شمخاني: نحن لم نكن وليس لدينا أي صلة من قريب أو بعيد بتنظيم داعش، وهذا من دواعي فخرنا واعتزازنا، وفي المقابل نحن نفتخر بأن سجل الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ اللحظة الأولى من تأسيسها هو ناصع ومبارك وحافل بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التكفيرية المتطرفة في كل الظروف والمراحل. هيئة التنسيق النقابية عبرت عن تحفظها على السلسلة بنسختها الأخيرة، ودعا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين إلى عقد الجمعيات العامة في المحافظات عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، وعلى جدول الأعمال الدعوة إلى إعلان الإضراب المفتوح اعتبارا من صباح غد في المدارس الخاصة. وللاطلاع على تحرك الأساتذة عشية الجلسة التشريعية معنا عبر الهاتف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ. استاذ محفوظ، كيف ستردون على مشروع السلسلة الجديد والأرقام المطروحة، خصوصا أن المشروع الذي سيقر غدا يحرم معلمي الخاص حقهم في الدرجات الست؟ يعني ما في عقل بشري بيحمل مسؤولين سياسيين ودولي وسلطة بتطلع قانون بتحرم فئة من مواطنية من حق معين، انه راحوا اعطوا 6 درجات لمعلمي التعليم الرسمي ولموظفي الاداره وحرموا معلمي القطاع الخاص من هال6 درجات. حاولنا نستفسر من المسؤولين عن هذا الحرمان شو اسبابه، هل انه معلمي المدارس الخاصه غير منتجين، هل عندنا فساد، هل عندنا حشو، هل عندنا هدر.
نعم. كان الشواهد عند البعض منهم انه اذا ما اعطيك من 6 درجات بعض المدارس الخاصه بتسكر ابوابها، والبعض منهم قال القصه عند البطرك وعند المدارس الكاثوليكيه. انا ما بخفيك اليوم طلعت لعند سيدنا البطرك لحتى اقول له بعض السياسيين عم يحطوا قصه عندك وعند المدارس الكاثوليكيه انه انتم بدكم تحرمونا من 6 درجات. نعم. سيدنا البطرك استغرب هذا الكلام، استهجن هذا الموقف، قال نحن ما بنقبل الا نكون عادلين، ما بنقبل المعلمين المدارس الخاصه ينحرموا من اي قرش بياخذون زملاء بالتعليم الرسمي. وبالتالي هذا هذا الكلام اللي عم احكي عن لساني انا منه مقبول. انا كل شيء طلبته شغلي وحده انه هالسلسله ما يكون الا مفعول رجعي. كيف رح تردوا استاذ محفوظ، كيف رح تردوا على صحيح. هذا القرار بناء عليه انا بدي اطلب من كل القاده السياسيين اللي قالوا لي القصه عند البطرك وعند المدرسه الكاثوليكيه، القصه منا فوق. اذا هن عم يفتشوا على شماعه ليعلقوا حجتهم للشاعبين المدارس الخاصه فهن بدهم يتحملوا المسؤوليه. على كل حال انا اليوم تلقيت عده اتصالات من بعض القاده السياسيين ووعدوني بحل الموضوع من هلا للساعه 3 4 بعد الظهر. اذا هذا الموضوع بهالساعتين انحل الجمعيه العموميه بتصوت ايجابا، اذا ما انحل خلال هالساعتين الجمعيه العموميه اللي حتعقد بمن حضر الساعه 4 بكل مناطق لبنان حتصوت على الاضراب ابتداء من صباح بكره واعتصام الساعة 10 أمام مجلس النواب. نعم. أنا آمن إنه ما ياخذونا على السلبية، بكثير من 3 سنين سلبية، نحن كنا نأمل بعام دراسي جد طبيعي، نأمل إنه ما ياخذونا على السلبية، إنه يحلوا الموضوع اليوم ويشملوا معلمين المدارس الخاصة بموضوع 6 درجات مثل ما أعطوا لبقية الناس. نعم، شكراً لك نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ على هذه المداخلة. من ضمن الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها وزارة الصحة، أعلن الوزير وائل أبو فعور عن خطوة جديدة في هذا الإطار، وهي تصنيف المستشفيات إلى 4 فئات، وقد كلفت شركة متخصصة للمتابعة لهذا الموضوع على أن يبدأ العمل به منذ مطلع شهر تشرين الأول. وقال في مؤتمر صحفي عقده لهذه الغاية أن التصنيف سينشر على الموقع الرسمي للوزارة. المستشفيات اللي بدها تضخم فواتيرها هذا الامر راح يبين عنا بالتدقيق، وهذا الامر راح ينعكس بالتصنيف، راح ينعكس على المستشفيات بالتصنيف. النظام الجديد بتمنى اللي راح يبدا العمل فيه ب1/10، ما بتمنى انه تنظر له المستشفيات باعتباره اجراء انتقال او باعتباره اجراء يعني بيهدف إلى ضرب المستشفيات. هذا الإجراء ليس إجراء انتقاميا ولا إجراء انتقائيا، هذا إجراء إصلاحي. المستشفيات اللي تلتزم التي ستلتزم بالمعايير أعتقد أنها ستستفيد من هذا الإجراء. قيمة هذا الإجراء هو أنه سيحسن تصنيف المستشفيات التي تحسن معاملة المريض، تقوم بعمليات جراحية، تستقبل مرضى على العناية الفائقة، ما بتضخم فواتير. هذه المستشفيات ستستفيد من هذا الإجراء بالتعرفي، وأنا بحاجة لا يعملوا واسطة ولا بحاجة يتوسطوا عند حدا. التصنيف بده ينصفهم. أما المستشفيات اللي بتزيد نسبة بتزيد ملفات وهمية أو بتعمل إدخال غير ضروري أو بتسيء معاملة المرضى أو ما عندها عمليات جراحية فعلية أو ما عندها غرف عناية أو يعني بتتصرف على قاعدة أنه هي قداش فيها تعبي ملفات تبعثهم على وزارة الصحة، بالتأكيد سوف تتضرر من هذا الإجراء، ولا مانع لدينا أن تتضرر هذه المستشفيات. والمستشفيات اللي ممكن أنه تتضرر وهي ما بتستحق أنها تتضرر، عندها بعد 6 أشهر بترجع تقدر تقدم طلب اعتماد جديد، تحسن أوضاعها، تحسن خدمتها، تكبر ابتسامتها، توسع ابتسامتها مع المرضى وتعملهم كمرضى بيستحقوا انه المستشفيات تهتم فيهم، ينتبهوا لفواتيرهم منيح، وبالتالي بتكون كل الامور على ما يرام. اهلا من جديد. في باريس عرض وزير الخارجيه جبران باسيل مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس العلاقات الثنائيه بين لبنان وفرنسا واخر تطورات المنطقه وتحديدا مواجهه تنظيم داعش. واشارت الخارجيه الفرنسيه في بيان الى ان الوزيرين بحثا في الصعوبات التي يمر بها لبنان حاليا وفي حاجات القوى الامنيه اللبنانيه لمواجهه خطر داعش على الاستقرار في البلد. وناقش باسيل وفابيوس التحديات الانسانيه والاقتصاديه التي يواجهها
لبنان الذي يستضيف أكثر من ثلث اللاجئين السوريين في المنطقة، وذلك يعني أنه يستقبل أكبر نسبة من اللاجئين كبلد في العالم. وتطرق البحث إلى الاستحقاق الرئاسي وإلى ضرورة أن يتحد اللبنانيون ويتعالوا على خلافاتهم السياسية لكي ينتخبوا سريعا رئيسا للجمهورية. أقرت لجنة المال والموازنة النيابية في جلستها برئاسة النائب إبراهيم كنعان قرض توفير مياه الشرب لزحل وضواحيها بقيمة 6 مليون دينار كويتي، ومرسوم تمويل أوتوستراد نهر الكلب جوني طبرجة بقيمة 75 مليون يورو. وطالب كنعان بإدراجهما على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، كما بحثت اللجنة سلسلة مشاريع تنموية. كمان من خارج الجدول يلي هو 12,053 اللي بيتعلق بتمويل الإسكان لذوي الدخل المحدود بلبنان والمتوسط، هو بقيمة 34 مليون دينار كويتي، وهو معقود مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. هذا المشروع بده بحث أكثر، رح نخصص له جلسة واحدة بعد الأسبوع الجاي، لأنه كان ناقص الوصف اللي محال إلنا من الحكومة، وبالتالي ارتقوا بعض الزملاء أنه يكون الوصف كامل حتى نعرف ما هي المعايير اللي محطوطة لزوية الدخل المحدود، وين هذا القروض الإسكانية إذا كانت مبرمجة إلى أين، وبالتالي أن تكون لجنة المال يعني على بينة من كل تفاصيل هذا المشروع قبل إقراره. يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس بجدول أعمال عادي، وفيما توقعت مصادر وزارية أن يقتصر البحث من خارج جدول الأعمال على موضوع التفاوض لاستعادة العسكريين. أشارت مصادر أخرى إلى أن أمام المجلس عناوين تفجيرية عدة، أبرزها إضافة إلى قضية العسكريين ملف مخيمات النازحين ومسألة لقاء وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك من دون تكليف رسمي من الحكومة. أكد وزير الزراعة أكرم شهيب أنه نقل رسالة خاصة جدا من النائب وليد جملاط إلى العماد ميشيل عون، مشيرا إلى أن التواصل دائم مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح. ودعا شهيب من الرابي إلى تفاهم وتسوية للتوصل إلى رئيس حفاظا على السلم الأهلي، وقال ردا على سؤال: موقفنا واضح بالنسبة إلى المقايضة بموضوع العسكريين المخطوفين بعد التطورات على صعيد الأهالي والوحدة الداخلية، ونحن نتخوف مما يحاك لنا في هذا الملف، والاتصالات جارية ومهمة بانتظار النتائج في أقرب وقت. الوزير السابق عبد الرحيم مرادي يلتقي وفدا من التحالف الفلسطيني، والمجتمعون يشددون على ضرورة إعطاء الفلسطينيين في لبنان حقوقهم. زار وفد من التحالف الفلسطيني رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد، ووضع اللقاء في إطار التنسيق وتقديم التهنئة على تشكيل اللقاء الوطني. وشدد الوفد الفلسطيني على ضرورة إعطاء السلطات اللبنانية الفلسطينيين حقوقهم، كما جرى عرض للأوضاع في غزة والاتفاق الأخير في القاهرة. المفاوضات التي أكد عليها رئيس السلطة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لن تأتي للشعب الفلسطيني بأي شيء على الإطلاق، لذلك نحن نؤكد أن خيار المقاومة هو الأساس. أؤيد الأخ أبو عماد فيما يتعلق بإخواننا النواب أن يقوموا بدور ما فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني على الساحة اللبنانية، اللي بنعتبر أنه هذه قضية تاريخية قديمة، ونأمل أن يبت بها ويأمل أن يكون في شيء من اللحلحة في هذا الموضوع. وطالب مراد الدول العربية القيام بواجبها تجاه غزة والضفة والعمل على إعادة إعمار القطاع بأسرع وقت ممكن. أهلا بكم من جديد. التحالف الدولي يضرب داعش على أبواب بلدة عين العرب الكردية في سوريا، والبشمركة تنفذ هجمات على التنظيم في الموصل. نفذ التحالف الدولي ضربات بالقرب من بلدة عين العرب كوباني، فيما يقترب تنظيم داعش من أبواب البلدة المتاخمة للحدود التركية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر التنظيم باتوا على مشارف البلدة، وقد استهدفوها بأكثر من 20 قذيفة صاروخية للمرة الأولى منذ أن شنوا هجومهم عليها في منتصف أيلول. وقصفت طائرات التحالف كذلك مصفات بترول تقع تحت سيطرة داعش في مدينة الحسكة، فضلا عن توجيه ضربات أخرى لمقرات التنظيم في منطقة
يروبية بالقرب من الحدود العراقية، وسيطر عناصر داعش على منطقة حمدان في الحسكة وأعدموا 7 أشخاص بتهمة الاتصال بالمجموعات الكردية. وفي سياق متصل، شنت القوات الكردية هجوما على 3 جبهات ضد داعش في شمالي العراق بحسب ما أعلن ضباط من البشمرجة، وقالوا إن العمليات بدأت فجر الثلاثاء. وقد اقتحمت البشمرجة بلدة الربيعة على الحدود بين العراق وسوريا بعد سيطرتها على بلدتي السعودية والمحمودية، كما تخوض معارك بدعم من المدفعية وسلاح الجو العسكري العراقي في منطقة الذمار قرب سد الموصل. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن امتلاك إيران للسلاح النووي سيمثل خطراً أكبر على العالم من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال نتنياهو: لا يجب أن يكون هناك أي لبس، فلا بد من إلحاق الهزيمة بداعش. لكنه استطرد قائلاً إن إلحاق الهزيمة بالتنظيم وترك إيران على أعتاب أن تصبح قوة نووية يعني الانتصار في معركة وخسارة الحرب، فداعش كما إيران وحزب الله كبوكو حرام. تعرض الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان لعملية سرقة نهاية الأسبوع المنصرم في مراكش. وبحسب صحيفة المساء المغربية، فإن المسؤول السعودي فوجئ باختفاء بطاقته الدبلوماسية ومبلغ مالي يقدر بنحو 10,000 دولار أمريكي، إضافة إلى بطاقة مصرفية في ظروف غامضة. وبالعودة إلى محلياتنا، من قلب عرسال مجددا، الأهالي يتحدثون عن علاقتهم بالمسلحين، والإرهاب يبعد أمتارا عن المدينة. تحقيق يمنى فواز. تؤلف بلدة عرسال اليوم لغزا على اللبنانيين وبعض السياسيين أيضا، فمن يسكنها ومن يحكمها؟ هذه المساحات الشاسعة ظلت آمنة للمقاتلين طوال سنوات، أما اليوم استطاع الجيش اللبناني أن يفصل المسلحين عن بلدة عرسال، ولكن هؤلاء المسلحون ما زالوا موجودين في هذه الشعاب، حيث يتخذون مواقع لهم ومخابئ. في هذه الجهة تحديدا التي تسمى المصيدة، تجد مئات المسلحين الذين يمتلكون مساكن مؤقتة فيها. فبعد أحداث عرسال، أحكم الجيش اللبناني سيطرته على بعض الأحياء التي تمركز فيها، إلا أن عمق البلدة وأحيائها لا تزال غير آمنة له. جلنا على الأهالي للوقوف على أحوالهم ومشاهداتهم بعد الأحداث الأمنية، مع أن بعضهم فضل عدم الكلام. هلا أحسن بكثير. إيه كنت قبل، يعني شو الوضع؟ كان الوضع مأساوي هالبرسة. ليه؟ من إخواننا البتجار دول. من وين اخوانا؟ البجار اللي كان في حرب، يعني نحن لكيت سياراتنا بعد هلا مكسره. هيدي من وقت ال، وكان عندنا 30 40 خروف جينا ما لقينا شيء، لقيت منهم 6 خواريف والله. بس هو اللي بقيوا؟ شو بعد اتخذ لك شيء ثاني؟ هلا اللي تكسر 12 يوم ما جينا على بيت. فما لقيته؟ جينا لهان ما ضلينا 16 يوم ما قدرنا نجي على البيت. بس قبل كنتوا تشوفوا حركة مسلحين، هلا ما بقى عم تشوفوها؟ هلا ما عندنا شفنا يا فرسان. قد ايه كنتوا تشوفوا؟ شو كنتوا تشوفوا بالتحديد؟ كنا نشوف مسلحين ماشي بالطرقون، هلا ما عندنا شفنا شيء الحمد لله. ايه الحمد لله ما عندنا شفنا شيء. يعني من اي متى بطلتوا عم تشوفوا؟ انا قلت ما بنزل على الضيعه والله. ايه هون قصدي، من اي متى بطلتوا؟ لا هان ما عم نشوف شيء الحال. ايه هان الحمد لله ما عم نشوف الا الجيش اللبناني، ما في غيره. هيك بتفضلوا؟ ايه هيك بنفضل الجيش اللبناني نحن. طمنونا عنكم، كيف الوضع هون؟ والله الحمد لله تمام. يعني هلا افضل؟ كيف كان قبل افضل هلا افضل؟ مليح على تمام. كيف كان قبل الوضع؟ هلا عم طايط لك بس لل يلا. كيف وضع البلدة؟ والله الوضع ما هو مليح. انتوا هون امان عندكم او لا؟ دائما بتسمعوا اصوات بنسمع. إيه؟ بس انه للامان امان ما في امان. إيه؟ بس على الله شو بده له. جاي لهان انا من بعد المسلحين. إيه؟ انت لبناني او سوري؟ انا. إيه؟ ارسالي منها. وللاطفال مشاهدتهم ومواقفهم. تسمع شيء يعني كنت تشوفه مسلحين؟ نسمع شوي بس مو كثير. كنت تشوفه مسلحين؟ ايه. طحت هان عطي حد. نحن بنحب الجيش، بس عم يطلونا غابر الجيش وطني ما فينا نتخلى عنه. هون امان هلا؟ ايه الحمد لله. انتوا وش من اي عائله؟ من عز الدين كلكم. يلا باي باي. كنتوا هون وقت القصف؟ لا. وين كنتوا؟ تحت.
كنتوا يعني سمعتوا انقصف وخفتوا ونزلتوا؟ ايه. اي متى جيتوا على البيت؟ كنا زمان. تشهد هذه البلدة نزوحا لعائلاتها بالمئات منذ مدة ويوميا بسبب الأوضاع الأمنية وتحكم المسلحين بمفاصل البلدة بحسب قولهم. فهل تأتي ساعة الحسم وهل يتوغل الجيش في البلدة؟ يمنى فواز، قناة الجديد. وفي ختام نشرتنا نذكركم بأبرز العناوين. إشكال بين القوى الأمنية والأهالي بعد قطع طريق المصنع. بس خليها تنبسط الدوري وتكيف كيف نحن عم نتبهدل وكيف نحن عم نضرب على الطرقات. أمين الأمن الإيراني في بيروت مقدما هبة للجيش. فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت أن تقدم هبة عربون محبة وتقدير لبنان وللجيشه الباسل. شهيد آخر للجيش في تفجير آلية عرسال. يا بابا. أبو فعور يعلن نظاماً إصلاحياً لتصنيف المستشفيات. المستشفيات اللي بدها تضخم فواتيرها هذا الأمر رح يبين عنا بالتدقيق وهذا الأمر رح ينعكس بتصنيف. هذا كان كل شيء في نشرة الظهيرة، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.